ولنقاش هذا الملف يحضر معنا في الاستوديو دكتور جاسم الشمري الكاتب والباحث السياسي. أهلا بكم دكتور. دكتور، كيف تقيم هذا اليوم الذي كان مليئا بالأحداث والمستجدات منذ بدايته؟ نعم، شكرا لكم. يعني لا شك أن شهر تشرين هو شهر خير وبركة على العراق، لأننا نرى لأول مرة انتفاضة من نوع مختلف، يعني ذلك لأنها يعني انتفاضة شاملة ولم تكن من يعني مجموعة من فئات الشعب العراقي. يفترض هنا أن نذكر بحقيقة مهمة، أن الغاية من الثورة هي ليست العبث وليست الفوضى، وإنما الغاية هو يعني تغيير النظام الكامل وليس تغيير حكومة السيد عادل عبد المهدي. لأن الكلام الذي سمعناه اليوم عن احتمالية إعطاء فرصة للسيد عادل عبد المهدي قبل الإقالة، هذا الأمر ضحك على الجماهير، استخفاف بدماء الشهداء، استخفاف بعوائل الشهداء، وبالتالي يفترض أن يكون هنالك تغييرا شاملا في العراق. أنا أؤكد هنا على قضية مهمة، هي قضية العائلة العراقية. يعني اليوم ما نراه هو تطور جديد، ذلك يعني أن العائلة العراقية دخلت في منظومة التغيير. العائلة العراقية يجب أن تثقف أبنائها على حقيقة مهمة، أن ما يجري في العراق هو حالة سلبية، والدور هنا يفترض أن يقع على كافة شرائح المجتمع من الأساتذة والمعلمين والإعلاميين وأئمة المساجد وغيرهم. أما من يحاول أن يذهب إلى الضفة الآمنة، فأنا أعتقد هذا يفترض به أن لا يقول أنني أحب العراق. نحن اليوم أمام فئة من أبطال الواتساب وأبطال أبطال المجاميع الواتساب غير المعروفين، وهؤلاء لا يمكن أن يؤدوا إلى يعني تغيير حالة قائمة في العراق. يجب أن نرفع اللثام، يجب جميعنا أن نقول أن العراق اليوم في حالة سلبية، ويجب يعني من كان خائفا يمكن أن يلمح. لكن دكتور، هذه بداية التغيير، يعني لا يجب الاستهانة أيضا بشباب الواتساب أو شباب الفيسبوك، هو الذي خرج إلى الشوارع. أنا لم أذكر الفيسبوك، أنا ذكرت الواتساب. لكن يعني هم الذين خرجوا إلى الشوارع. أنا لم أذكر الفيسبوك، ذكرت الواتساب وحددت كلامي بالواتساب فقط. يبدو دكتور في الحقيقة أن هناك كسر واضح لحاجز الخوف، وأن الشعب العراقي تقدم خطوات واثقة نحو تحقيق هذه الأهداف، والدليل على ذلك ما تفضلتم به قبل قليل هو انضمام شرائح واسعة. نحن نتحدث الآن عن تلاميذ المدارس، نتحدث عن طلبة الجامعات في جامعات عريقة وكبيرة مثل جامعة بغداد وغيرها. هل اتساع المشاركة بهذه الطريقة يعني أن هناك إصرار جماهيري واسع على تحقيق هذه المطالب؟ يعني حينما ترى شابا في عمر الزهور بين 18 و20 ويقف ويرفع يديه ويقول يعني للقوات الأمنية ها هنا أنا وأرفع العلم العراقي، ورأينا كيف أن القناص قد قتله مباشرة، هذا يعني أننا أمام جيل لا يخاف من الموت. وبالتالي أنا أعتقد أن الحكومة، إن كانت ليست الحكومة وإنما المنظومة القائمة في العراق، إن كانوا يمتلكون بعض العقل والحكمة، يفترض بهم أن يعيدوا النظر في مجمل إجراءات الإجراءات الهشة التي يقومون بها، ذلك لأنهم اليوم أمام ثورة لم تعد يمكن خداعها. ما يمكن خداعها لا بخطبة ولا بفتوى ولا بخطاب ولا ببيان ولا بأي لعبة ممكن أن تتم في الأيام القادمة. وبالتالي يفترض بهم أن يفهموا أن هنالك اليوم مرحلة جديدة في العراق. هذه المرحلة الجديدة يفترض أن تكون الإجراءات يعني الإصلاحية أو الإجراءات التغييرية هي إجراءات حقيقية. ماذا نعني بالإجراءات الحقيقية؟ أولا يقدم القتلة والمجرمين إلى 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 إلى, إلى محاكم عراقية، لا يستثنى من ذلك أي قاتل مهما كان منصبه. ثانيا يتحمل السيد عادل عبد المهدي وكذلك كل من وزيري الدفاع والداخلية ومدراء الشرطة في بغداد والمحافظات التي حدث فيها قتل المسؤولية الكاملة على ذلك، ويجب تقديمهم إلى محاكم عراقية. أما من يحاول كما ذكر تقرير يعني وزير التخطيط على أنه يحاول يعني تبرئة الحكومة، فهذا الأمر فيه نوع من التملق للحكومة. هذا الأمر لا يمكن أن يخدع الجماهير، وعليه
يجب تقديم رئيس وزراء ويجب تقديم كل من شارك في قتل عراقيين في هذه المظاهرات إلى محاكم عراقية. أما قضية إقالة المهدي فهي لا تعني شيئا بالموضوع، الموضوع اليوم أكبر من إقالة المهدي. اليوم العراق بحاجة إلى أن يضعوا النقاط على الحروف، يقولوا لقاتل أنت قاتل، يقولوا لمجرم أنت مجرم، أنت لفاسد أنت فاسد. أما بقاء الأمور سائبة وبقاء قوات التدخل السريع ومكافحة الإرهاب وغيرها تقتل بالناس والميليشيات، يعني على ذكر نعم هذا الموضوع والميليشيات، فهذا لا يعني أن العراق سيذهب إلى الضفة الآمنة. ما يجري هو نوع من السعي الحكومي من أجل خلط الأوراق للسيطرة ثانية على البلاد، ولا أعتقد أن هذا المسعى الحكومي يمكن أن يصل إلى نتيجة. نعم. دكتور، كيف تتوقعون أن تتعامل الحكومة مع كانت تتعامل في البداية فقط مع الشباب، في اليومين الماضيين صارت تتعامل مع كهول وشيوخ، أطفال اليوم خرجوا، شباب في مقتبل العمر، طلاب، محامون، صحفيون، كيف ستتعامل مع كل هذه الفئات لأن الشريحة تتوسع؟ الحكومة في يعني في موقف محرج. يعني السيد عادل عبد المهدي اليوم لا يعرف ماذا يفعل، اليوم هو في حيرة من أمره، وبالتالي كل هذه الإجراءات الحكومية، يعني اليوم رأينا أن وزيرة التربية قررت فصل مدراء المدارس الذين خرجوا طلابهم في مظاهرات، وأنا ذكرت ذلك أن هذا قرار غير صحيح. الوزير لا يملك الصلاحية بفصل مدير، يمكن يملك الصلاحية بالعقاب لكن لا يملك الصلاحية بالفصل، إلا المحكمة الإدارية هي التي تقرر هذا الموظف يمكن أن يفصل أو ذاك. وبالتالي نرى أن كافة منظومة أو غالبية منظومة الدولة العراقية اليوم هي في حالة حيرة لا تعرف ماذا تقرر، وعليه أنا أعتقد أن هذه الحيرة ستقود إلى قرارات غير صائبة. عليهم أن يعني يعقلوا قليلا، أن يتحلوا بالحكمة، وأن يعرفوا أن القضية اليوم تختلف عن المظاهرات الماضية، ولا يمكن خداع جماهير ثانية. كما تعرفون دكتور، أبعد ما يكون عن الحكمة في الحقيقة والتعاطي بهذه الطريقة الحكيمة التي نتمناها جميعا لحقن الدماء. ازدياد أعداد الشهداء والجرحى يؤكد عكس ذلك، ولكن في الحقيقة أنا أستغرب من نقطة مهمة، هو أن هذا التعاطي وهذا التعامل الأمني القاسي والدموي مع أبناء العراق، والتعامل أيضا إداريا بالفصل وبالتهديد بقطع الأرزاق وكذا، يعني أن هذه الحكومة أو هذه القيادة العراقية الحالية لا تفهم أن هناك متسعا من الحرية يجب أن يمنح للجمهور. يعني الجمهور خرج ليعبر عن آرائه في قضايا معينة، لكنه لم يأخذ متسعا من حرية التعبير أو حتى من المطالبة والتفاوض مع هذه السلطة. يعني لا شك أن الثورات هي يعني الثورات في الحالة عامة تقود إلى ديمقراطية، لكن هل الديمقراطية هذه اللي تقود لها الثورات هي ديمقراطية نقية؟ أبد. يفترض في كل تجمع، في كل كيان، في كل مؤسسة، في كل هيئة، في كل حزب يجب أن يكون هنالك إصلاح. ذلك لأن بقاء الأمور في ضمن منظومة معينة بالتالي سيخلق بمرور الزمن إلا ما ندر مجموعة من الفاسدين داخل هذه التجمعات بكل أشكالها. وعليه أعتقد أن يعني نظرة الحكومة على أنها كما قال نوري مالكي من يستطيع أن يأخذها حتى نعطيها، وبالتالي هذا الشعار يعني بقي هو المسيطر على عقلية هؤلاء. ظنوا أنهم خدعوا الجماهير، خلقوا جمهورا يعني لا يمكن أن يسمع ما يقال على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام، وبالتالي اطمئنوا على أنهم في الضفة الآمنة وتفاجأوا بهذه المظاهرات، وبالتالي من هنا بدأت الحيرة. الحيرة أن الجمهور الغاضب اليوم على الحكومة الشيعية في الغالب هو جمهور شيعي لا يمكن اتهامهم لا بداعش ولا بالقاعدة ولا بالإرهاب. غالبيتهم كثير منهم قاتلوا داعش، ومن هنا تبدأ نقطة القوة للثورة وليست قوة الضعف. وعليه أنا نقطة الضعف عفوا وليس قوة الضعف، وإنما أنا أقصد من كلامي أن الحكومة لا تعرف ماذا تتهم هؤلاء، هل تتهمهم داعش، إرهاب، غير ذلك. هي في حيرة لأن الجماهير غاضبة، هم من الشيعة أولا، وثانيا هم تربوا في المرحلة
التي سيطروا فيها على الحكم، يعني لا يوجد قوة بين يدي هذه الحكومة تماما. يعني وبالتالي هنا نقطة القوة للمظاهرات، ونأمل أن تستمر هذه المظاهرات. وعليه لحد اليوم هنالك أكثر من 215 شهيد في هذه خلال شهر واحد، وأكثر من 10,100 جريح. أي ديمقراطية هذه؟ هذه ديمقراطية على دم على ذكر وذبح وجنون. واضح، وكان خطاب عادل عبد المهدي واضحا عندما قال إما القبول بالإصلاحات وبهذه التغييرات الطفيفة أو الفوضى. لكن دكتور، على ذكر نقاط القوة ونقاط الضعف، نحن نتكلم عن شعب عراقي يخرج بشكل سلمي بشكل أعزل في مختلف المحافظات، والآن انضمت شرائح جديدة، ونتكلم عن تعامل أمني قاسي وعن تهديد ووعيد من قادة الميليشيات، مثل ما يتكلم أبو مهدي المهندس من أن الميليشيات ستتدخل في الوقت المناسب لوقف هذه الفتنة، سماها الفتنة، وهي يعني وكأن الشعب العراقي ليس من حقه أن يخرج مطالبا بحقوقه. بين هذه وتلك ماذا تتوقعون؟ أنا أتوقع، يعني أولا أنا لا أدعو طلاب المدارس الابتدائية للخروج في المظاهرات، لأن هذا يعني طالب صغير لا يمكن أن يفقه معنى السياسة. أنا أدعو طلاب المتوسطة، طلاب الثانوية، طلاب الجامعات، هؤلاء هم يعني العمود أو النور الذي يمكن أن ينير طريق العراق في المستقبل، وعليه أنا يعني أحييهم من هذا المنبر وأدعوهم إلى الاستمرار، ذلك لأن الدول تبنى بدماء الشباب. هذا أولا. ثانيا، كلام أبو مهدي مهندس كلام دقيق وصحيح. الحكومة أو الميليشيات حينما ترى أن الحكم سيذهب من بين أيديهم، تلك الساعة سيظهر الجهاد الحقيقي على الشعب العراقي. حينها سنجد أن يعني إن كان قتلوا خلال شهر 220 يمكن أن يقتلوا في اليوم الواحد أكثر من 2000 مواطن، وعليه هم يريدون أن يخلطوا الأوراق، وهذا الأمر متوقع. ومن هنا أدعو الجماهير إلى الاستمرار في قضية السلمية وعدم الذهاب إلى حرق مباني الدولة، ذلك لأن مباني الدولة هي ملك للشعب العراقي، حتى لو كانت يعني مقار لبعض الأحزاب هذا أو ذاك، هذا يعطي مبرر للحكومة ضربهم. يعني ربما هنالك من لا يقتنع بهذه الفكرة، هذا شأنه. أنا يهمني أن أحافظ على دماء شباب الثورة. علينا أن نستمر بسلمية المظاهرات، وإلا إن لم نستمر بالسلمية وإن لم ندفع لعقلنة الثورة، أنا أعتقد أنه كما قال أبو مهدي مهندس سيدخلون في الوقت المناسب، وحينها سيحرقون العراق ربما بحرب أهلية مع هذا الطرف أو ذاك، وهذا ما لا نأمله ولا نريد أن يحققوا هدفهم الأكبر وهو تدمير العراق. علينا أن نصل إلى الضفة الآمنة بالسلمية وبالعقلنة وبالحكمة، وهذا هو الواجب الملقى على عائلة عراقية وعلى شباب العراق وعلى أمة المساجد وعلى المدرسين والمعلمين وعلى كل موظف في العراق وعلى كل مواطن. كلنا علينا أن نقف مع هؤلاء المتظاهرين، وإلا فإن المستقبل إن لم نتكاتف فهو مظلم، وهذا ما لا نتمنى. نتمنى الخير للعراق إن شاء الله ولشعب العراق. شكرا دكتور جاسم الشمري، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الاستوديو.